صورنا الكثير من التقارير على الدمار والقصف اليومي لحصارنا بحمص، والآن تقريرنا مميز لنتابع سوية هذا التقرير. يعطيك العافية أخ أبو شاكر. الله يعافيك أخ طارق. أخ أبو شاكر، شو بتشرح لنا وضع طبيعة الشغل عندكم؟ حاليا عم خطط الرايات للجبهة الإسلامية اللي هي السرايا المقاتلة على الأرض. حاليا في 5 محاصرة وهي أكبر فصيل على الأرض، وهي بادرة حلوة كثير إنه توحدت الكتائب تحت راية الجبهة الإسلامية، وإن شاء الله بكون في شيء خير يبشر بخير بإذن الله. إن شاء الله تعالى. نظرتك كفنان أو كخطاط أو كرسام برص الصفوف المقاتلين تحت راي وحدي، شو بتقول لنا؟ هو هذا الحل الوحيد للقضاء على الأسد ونظامه، وهي المفروض بادرة تكون مقدمين عليها من زمن لحتى نقدر نحقق هدفنا هو إسقاط النظام، وأن هون لا إله إلا الله محمد رسول الله هي الكلمة اللي طلعنا لأجلها لرفع الظلم عن الناس. أخي أبو شاكر، الخط مهنتك؟ ما مهنتي، أنا مهنتي الرسم والنحت، بس هاي عندي هواي بالخط، عندي فكرة عن الخط، قدرت إني أشتغل هالشغل هذا حاليا. ذهبنا مع السيد أبو شاكر لنرى كتاباته التي صاغها على الأقمشة. بعد تخاذل المجتمع الدولي والأمة الإسلامية عن نصرة أهلنا بحمص المحاصرة، اضطرينا إنه نعمل بعض الحكم واللافتات ترفع من همم الشباب اللي نفسيته تعبت شوي، مو الكل طبعاً، بعض من الشباب، بما إنه الشعب هنا بيقدر مسلم بالأساس، هو متعود على الصبر، وبنفس الوقت الحكمة بياخدها من دينه. سألنا عن سبب تسمية الشوارع بأسماء هؤلاء الشهداء. النظام أول يسمي الشهداء باسم شهداء وهمية، وهن بالأساس الله العليم خائنين للوطن يعني. أما هدول الشهداء نحن شلو شهدائنا، نحن عارفينهم مين هن. نحن سمينا أسماء الشوارع بأسماء الشهداء الأبطال مشان تضل ذكراهم محفورة بقلوبنا وقدام عيوننا، وهي أقل شيء بنقدمه لإلهم، لأن هدول الشهداء قدموا كثير لهالوطن. بالنسبة للمقاتل أو المحاصر بشكل عام، إن كان مدني وإن كان عسكري بالحصار عنا بحمص. هي بالصلاة على النبي. سمع سمع. لقوله تعالى: فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. في قلوب المجاهدين كل هاي الأبيات والحكم والمواعظ هن ثابتين، لكن قد الأيام تخللها الانتكاسي بظروف معينة أو مثلا بخسارة معركة. احنا فقط ساعات بنرد من عيد لنرجع الناس لهممها ولقوتها ولثباتها مع الله عز وجل. ذهبنا الى مرسمه البسيط لنتعرف على بعض رسوماته ما قبل الثوره. وهذا مثل ما انتم شايفين، ما بقي شيء من مرسمي ولوحاتي غير اللي شايفينه بعد الدمار اللي حل بالحي، ولكن كلنا نعلم مدى إجرام النظام الذي لا يأخذ حرمة أي شيء، لا حجر ولا شجر ولا بشر، ولكن يا رب العالمين إلى الآن الشباب ما زالوا صامدين في الحصار بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الشباب بعد أن تخاذل العالم بأجمعه عندنا، العالم الإسلامي والعالم العربي، نتمنى النصر من الله عز وجل والفرج. الحمد لله رب العالمين، الله يجزيكم خير ويعطيك العافيه. الله يعافيك. كنا معكم من داخل حصار حمص بشيء اخر ومميز بعد القصف والدمار الذي حصل في حمص المحاصره. كان معكم للعربيه هيثم السليمي، المركز الاعلامي السوري.